جاءت المناسبة هذه نتاع زيارة الرئيس المؤقت جدا لليونسكو بعد إلحاح إلحاح يعني بعد إلحاح وهو نعم يلحلح فهمتني. وبلغت لي المعلومات من اليونسكو اللي عندي أصدقاء في اليونسكو فهمتني يعني لا إيش معناها رئيس يلحلح من رئيس يقول مستدعوني هكا يا سي سفيان سددهم وقتاش باش يستدعوني يحب يخطب فهمتني في المحافل والمجالس هذه فهمتني. طيب يعني هذه معلومات مؤكدة أستاذ يعني نعم خاطر أنت كنت سفير مؤكدة. وعندك ريزو نعم يعني معلومات مؤكدة يعني اسكو نوصلوا تو في الدبلوماسية متاعنا واحد وأنه رئيس الجمهورية بإلحاح كي يولي يطلب باش يعيطولو يخطب يطلب منبر إيه نعم لأنهم رؤساء مبجلين وماذا بهم يجيهم لليونسكو وغيره. اليونسكو هي منظمة أممية يعني خدمت فيها كسفير للدولة التونسية معناها اي طبعا هي هي اليونسكو مؤسسة الدول. عندما رئيس دولة وإن كان مؤقت وبدون شرعية يلح باش يستدعاوه باش يخطب في الـ في الـ في, الـ في اليونسكو فهمتني. طبعا اليونسكو يعني تستدعاه وعمل لك المحاضرة وسمعنا المحاضرة ونظرياته فهمتني الفلسفة يعني نفهم الكلام كلهم كانوا متقلقين هم من الإلحاح هذا في طلب الحضور ايه إلى حد ما ايه طبعا هو يعني حتى اللي حضروا هو ما كانش مفتوح للعموم فهمتني مفتوح للسفراء والمعتمدين فهمتني والكوادر متاع اليونسكو كذا يعني الواحد لونفيتياتر نصه فارغ. المهم هو خطب واعطى نظريته في التعليم مش في تونس التعليم في العالم فهمتني ونظريته الاستشرافية في التعليم في العالم. طيب مشكور وبارك الله فيه وش يعملوا بكلامه.